الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا سعيدين جدا في التواجد في هذا العرس الثقافي، معرض ابو ظبي الدولي للكتاب في دورته 28، واللي تحت شعار نبني المستقبل. سعيدين جدا بمشاركه مداد النشر الحائزه على افضل دار نشر محليه على مستوى دوله الامارات العربيه المتحده. دائما احنا ندعم الاقلام الاماراتيه. سالتيني قبل شوي قلت لي شو سبب كثافه الناس عندكم انتم وكثرتهم. احنا دائما وابدا نترك المؤلف هو متواصل دائما مع القارئ. كل مؤلف يكون موجود عندنا احنا نحرص تماما على تواجده اثناء المعرض بحيث ان يكون في احتكاك، هذا من جانب بينه هو وبين القارئ ايضا. صناعه الكاتب ما هي شيء بسيطه، لازم تكون فيها تركيز قوي جدا. نحرص تماما بحكم ان احنا عندنا كوكبه من ادباء على مستوى الوطن العربي مثل دكتور واسيني العرج، الدكتور امير تاج السر، عمور زياده، اسماء كثيره يعني موجوده، اشرف الخمايسي من مصر، هاي الاسماء لاول مره تنشر اعمالهم في دوله الامارات او لدى دار نشر اماراتيه خليني اقول. هذا الكتاب أول شيء أسفاري، هو خلاصة أسفاري لسفري ل 155 دولة، الجزء الأول 64 دولة، أحداث ووقائع يعني ومختصر ما حدث لي في هذه الرحلات، وأنا إعلامي في مجال السياحة والسفر، وأحاضر في الإعلام السياحي ولأعمدة عمود كانت في جريدة الاتحاد 12 سنة في السياحة، وكاتب للبرامج وغيره في مجال السفر والسياحة. تتكلم عن ومضات حياتية، هي تقريبا كل ومضة في الكتاب تتكلم عن موقف معين أنا مريت فيه في السنوات اللي طافت، وحابة من خلال هالكتاب إنه يلامس قلب كل إنسان، وأنا كاتبت إنه بحب وصدق على أساس إنه يلامس الشخص ويحس إنه موجود في الكتاب. أيضا إن شاء الله في المستقبل إصدارات قادمة، للحين ما تحدد بالضبط، يا يعني إنه بيكون ومضات حياتية الجزء الثاني أو رواية أو نثر.